أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مناصرة الكفار على المسلمين من دون محبة لهم كمناصرتهم لمصلحة ما، هل هذا نعم. يقول أحسن الله إليكم: مناصرة الكفار على المسلمين من غير محبة لهم كمناصرتهم لمصلحة ما، هل هذا كفر أم أنه لا بد من قيد آخر؟ من اللي يقول أنه يناصرهم وهو لا يحبهم؟ هذا كله فرضيات. ما ناصرهم إلا لأنه يحبهم. من لازم المناصرة لهم أنه يحبهم، لو كان يبغضهم ويكرههم ما ناصرهم. فقالوا بعضهم أنه قد يناصرهم وهو لا يحبهم، هذا ما هو صحيح. نعم إذا أكرهوه أو أجبروه قد يكون، لكن أنه باختياره هو يناصرهم باختياره ويقال ما يحبهم، هذا ما هو صحيح. نعم.